طبتم وطابت كل أوقاتكم مشاهدينا الكرام، خواتم مرضية، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. سعداء بلقائكم في رحاب هذا الشهر الكريم الذي أوشك على التمام وأوشكت قصص حيث الإنسان على الاكتمال، لكن أثرها سيبقى. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج نسعى لأن نسلط الضوء فيه على قضايا وقصص إنسانية نحاول تحسين واقعها ولفت الانتباه إليها وإلى مثيلاتها من حولنا، كما أننا على موعد الليلة وما تبقى من ليالي رمضان معكم يوميا بثلاث جوائز يومية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال لكل متسابق معنا من خلال إرسال الرسائل المجانية على الواتساب. وهناك خبر ربما جيد يمكن زفو إليكم، وهو أنه تم إضافة رقم واتساب آخر أيضا موجود معنا على الشاشة، على يمين الشاشة تشاهدون رقم آخر إلى جانب الرقم السابق، والرقم الجديد هو رقم محلي يمني أيضا، بإمكانكم المشاركة معنا من خلال هذا الرقم، على الرقم بالتأكيد على يميني الآن لكنه على يسار الشاشة. إذن مشاهدي الكرام، الرقم الجديد بإمكانكم أيضا المشاركة من خلاله وإرسال رسائل الواتساب، فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. إذن أصبح لدينا في برنامج حيث الإنسان رقمين للمشاركة معنا بشكل مجاني من خلال الواتساب، لكم الاختيار للمشاركة سواء من خلال الرقم الأول أو الرقم الثاني. وأذكر بشكل سريع بأسماء الفائزين معنا بحلقة الأمس، وهم سعيد مدهش الغشيمي من تعز، والفائز الثاني رفاق محمد زيد من تعز، والفائز الثالث ما زلنا حتى الآن نحاول التواصل معه لكن تليفونه مغلق بشكل دائم. مشاهدي الكرام، الآن على موعد مع قصة جديدة من حيث الإنسان. مشاهدينا، نكثف الصورة من أكثر من زاوية وأكثر من لون ونمنح القصة أكثر من راوي وراوي. قصتنا لهذه الليلة من جانب القطاع الزراعي أيضا، القطاع المهمل والذي لا يزال حتى اللحظة متدنيا في البلاد. هذه المرة إلى الأشجار المعمرة والمشاريع طويلة الأجل وإلى إب ينقلنا حيث الإنسان على بساط قصة جديدة. تابعونا لنشاهد التفاصيل وتكتمل لديكم الصورة. على قمة جبل سمارة وفي منتصف الطريق بين تعز وصنعاء وعلى مسافة 60 كيلومترا من مركز محافظة إب، تقع هذه المدينة الصغيرة يريم بجبالها وأراضيها الواسعة وتفاصيلها البسيطة. علاقة هذه المدينة بالأشجار والنباتات ليست عابرة، ففي يريم يرقد عالم النبات السويدي الشهير بيتر فورسكال، الذي قدم قبل نحو 3 قرون ضمن رحلة نيبور التي مولتها حكومة الدنمارك لسبر أغوار هذا البلد المستلقي في أقصى الشرق. يعود برنامج حيث الإنسان من حيث انتهى العالم السويدي، محاولا غرس أشجار أخرى في طريق الحياة الخضراء وإضافة لون إلى تلك اللوحة الجميلة. هذه الأرض تبعي خارج مدينة يريم، وتعتبر أرض الآن بدأت إصلاحها لاستثمارها في مجال اللوز، زراعة اللوز. والناس هنا مش عارفين اللوز إيش فائدته وإيش قيمته ومردوده الاقتصادي، لأنه القات في المنطقة بدأ ينتشر بشكل كبير. الآن إحنا نشي نعمل بادرة إنه نبدأ نزرع لهم فواكه ولوز. إحنا بدأنا باللوز الآن، إن شاء الله يكون تمام، وإذا إن شاء الله إنه يكون ناجح علشان الناس الثانيين يبدؤوا في هذا المجال. 500 غرسة أو شتلة من أشجار اللوز هي ما قدمه البرنامج لهذه الأراضي الزراعية لتبدأ هنا مرحلة جديدة من زراعة هذا المحصول. إن شاء الله المردود الاقتصادي لللوز، أنا زرعت 500 شجرة، السعر اللوز بيوصل الكيلو 20,000 ريال، فهيكون مردودها الاقتصادي إن شاء الله جيد. الغرض من الزيارة تشجيع الإخوة الزراع على العودة إلى فلاحة الأرض وإلى زراعة الأرض، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحسين مستويات معيشتهم الحياتية كأسر ريفية داخل المجتمع اليمني. كما نحث من خلال هذه الزيارة الزراع على تبني وإدخال
المحاصيل التي سبق وأن زرعت ثم أهملت في فترة ماضية، نحثهم على العودة إلى تلك المحاصيل، خصوصاً اللوز بما يمثله من قيمة نسبية أو ميزة نسبية. هذا المحصول كمحصول استراتيجي بالإمكان تصديره للخارج، بالإضافة إلى رفض السوق المحلي لهذا المحصول الهام. هنا الظروف ملائمة وفق تقييمات المهندسين الزراعيين الذين اعتمد عليهم فريق البرنامج. شتاء معتدل ومناخ حار نسبيا في الصيف، وخمس سنوات أمام هؤلاء المزارعين لتصبح هذه النبتة شجرة مثمرة. لماذا اللوز بالتحديد؟ اللوز معروف اقتصاديا بأنه أحد المحاصيل الغالية العالية القيمة كمنتج. فتخيلوا مثلا إذا زرع المزارع نقول 100 شجرة، الشجرة تعطي في حدود 30 إلى 40 كيلو، أو من 25 إلى 30 كيلو، الكيلو بما يعادل 15 إلى 20 ألف ريال قيمتها السعرية في السوق المحلية، ما بالكم إذا تم تصديرها إلى الخارج. فلو حسبناها فقط قلنا 20 ألف في 30 كيلو للشجرة الواحدة بيطلع بمبلغ ما يقلش عن 600 ألف ريال للشجرة الواحدة، أضربها في 500 شجرة، تخيلوا حجم المبلغ الكبير، إضافة إلى المدخلات اللي ممكن نستخدمها في خدمة شجرة اللوز تظل قليلة مقارنة بشجرة زي القات مثلا. كم نحتاج للقات من مياه من مبيدات إلى آخره، والأثر وإضافة لو تذكرنا أو قارنا الأثر التدميري اللي يتركه القات على الأرض وعلى الإنسان في هذه المنطقة. فاللوز أحد المحاصيل اللي ممكن يحمي لنا مجتمعنا الريفي ويحسن مستوياتهم الاقتصادية والمعيشية. من يريم إلى بعدان، من المسطحات الزراعية إلى المدرجات العالية والأرض المعطاء، يتابع فريق برنامج حيث الإنسان عمله في دعم هذا النشاط الزراعي. في قرية المحيب هنا لن تكون أشجار اللوز، بل أشجار أخرى تناسب طبيعة المناخ وخصوبة الأرض، التين. تجربة جديدة يقدمها فريق البرنامج لهذه المزارع. كان أباءنا وأجدادنا مزروع الناطف هذا كله من الساحل إلى القرية، كان كله بلس، هذا المطريق السر. لكن عندما خف المطار خف الاستغلال حقها، نحن مع كل فرد واحدة تنتي يعني يستفيدوا منها وقت الثمرة بالبيس، يعني الواحد يبيع له 20 ألف، أصغر واحد 30 ألف، هذه الواحدة. أما لو معك 4 5 6 10 لا تبيع أحسن لك من الذرة هذه، والشام بعيد أنت بأفضل درجة. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا خمسمائة شتلة أو عقلة ستنمو هنا بعناية الله ورعاية هذه الأيدي.
التقينا بعدد من المزارعين وأبدوا رغبة جيدة في إدخال محصول أو حاصلات بستانية مثل التين، شجرة التين، ومعروفة شجرة التين أو إذا جينا ناحية قيمتها الغذائية العالية إضافة إلى قيمتها الاقتصادية كمحصول يزرع عندنا في اليمن، معروف في منطقة إيب وبعض المناطق بعليا يعني يزرع دون اهتمام، ومع ذلك يتحصل منه المزارع على مبالغ جيدة ليست بالسيئة، فما بالكم لو تم إدخاله كزراعة أو نقول صناعة الزراعة بمعنى زراعة رسمية، يتبنى المزارع فكرة المحصول بداية من الزراعة للحصاد والاهتمام بمعاملة ما بعد الحصاد وتوسع في أعداد أشجار التين. يشارك الأهالي في غرس هذه الأشجار، جميعهم بمختلف الأعمار يحملون هذه النبتة قبل وضعها في أرضهم، متذكرين تاريخاً قديماً لهذه الشجرة، أملهم أن تكبر وتنمو هذه الشتلات على مقربة منهم. أمامهم عامان فقط ليبدأوا بعدها جني أولى الثمار. ثمار ستجعل الأهالي يشعرون بالزهو، فالغرسات التي سيزرعونها طوال هذين العامين ستصبح عنواناً آخر لهذه المنطقة المستلقية شرق محافظة إب. يقولون مشاهدين ويل لأمة تلبس مما لا تصنع وتأكل مما لا تزرع، ونقول كان اليمن بلد ذا سيادة حين كان شعبه يأكل مما يزرع. قرأنا في تاريخنا أن اليمن قدم مساعدات غذائية للكثير من الدول، أما اليوم في هذه اللحظة التي يشهد فيها العالم أكبر التكتلات الاقتصادية والسباق المحموم على الإنتاج والاكتفاء الذاتي، مضت سياسة إدارة البلاد إلى إخراجها من مربع الإنتاج إلى التسول على أبواب الملوك والدول. مشاهدين، التنمية الزراعية واحدة من الاستثمارات بدءا من مشاريع استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر وإقامة المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر وتنظيم الإنتاج والعناية بالأرض، ليتحول القطاع الزراعي أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني، لتعود العربية السعيدة إلى سابق عهدها. هذه البلاد التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، صدق الله العظيم. مشاهدينا، كما شاهدنا هناك مساحة من الأرض واستعداد مجتمعي لزراعة الأرض وتحويل البلد من مستهلك زراعي للحبوب والفواكه والمنتجات الزراعية إلى منتج إذا ما توفرت إرادة وإرشاد من الدولة والمهتمين بهذا المجال. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى لحظة إعلان سؤال الحلقة، لكن قبل ذكر سؤال حلقة اليوم أود الإشارة مرة أخرى إلى أنه تمت إضافة رقم واتساب آخر للمشاركة معنا بالسؤال اليومي، والرقم هو موجود معكم على يسار الشاشة، بإمكانكم المشاركة وإرسال رقم الإجابة بدءا من حلقة الليلة على الرقم الأول أو الرقم الثاني، لكم حرية الاختيار للمشاركة معنا، وحتى نتمكن من استقبال أكبر عدد ممكن من الرسائل، لأنه خلال الفترة الماضية كانت هناك ضغط كبير لدينا في موضوع إرسال الرسائل، خصوصا أن المشاركة في البرنامج مجانية من خلال الواتساب. مشاهدينا الكرام، إليكم سؤال الحلقة، والسؤال يقول: كم عدد شتلات اللوز التي تمت زراعتها؟ والاختيارات الثلاثة هي 500 شتلة، الاختيار الثاني 400 شتلة، الاختيار الثالث 350 شتلة. إذن مشاهدينا، ما عليكم فقط غير اختيار رقم الإجابة الصحيحة، إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإرسالها على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وأصبح لدينا رقمين طبعا للمشاركة معنا، بإمكانكم إرسال إجابة على أي من الرقمين الاثنين، والوقت المتاح للمشاركة معنا يستمر حتى 5 من عصر يوم غد. هذه
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى لحظة اختيار الأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة الأمس، ومبروك مقدما للثلاثة الفائزين، وقيمة الجوائز المالية 300 ألف ريال توزع على ثلاثة الفائزين، لكل فائز 100 ألف ريال يمني. سؤال حلقة الأمس كان يقول: يتربع وادي حضرموت على مساحة تزيد على، والاختيارات الثلاثة هي 200 كيلومتر، الاختيار الثاني 140 كيلومتر، الاختيار الثالث 500 كيلومتر. الإجابة الصحيحة كانت الاختيار الأول، إذ تبلغ مساحة وادي حضرموت قرابة 200 كيلومتر. إذن مبروك لكل من أجاب بشكل صحيح واختار رقم واحد. لديهم فرصة الآن ليكونوا معنا ضمن الثلاثة الفائزين عن سؤال حلقة الأمس. سنقوم الآن بشكل عشوائي باختيار ثلاثة الفائزين. نبدأ باختيار الفائز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 730-390-265. مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة الفائز الأول معنا عن سؤال حلقة الأمس. أيضا الآن نختار الفائز الثاني، وقيمة الجائزة أيضا 100 ألف ريال يمني. مبروك لصاحب الرقم 716-599-520. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة أيضا 100 ألف ريال يمني. الفائز الثالث سنقوم باختياره الآن أيضا بشكل عشوائي مشاهدي الكرام أمامكم. إذن مبروك لصاحب الرقم 7714-562-43. إذن مبروك أيضا للفائز الثالث 100 ألف ريال يمني. إذن مبروك للفائزين الثلاثة مشاهدين الكرام، وما زالت لديكم فرصة للفوز معنا أيضا والمشاركة، وربما أتحنا المجال أكثر، أضفنا رقم واتساب أيضا جديد موجود معكم الآن مشاهدين على يسار الشاشة، بإمكانكم المشاركة معنا وإرسال رقم الإجابة الصحيحة عن سؤال حلقة اليوم وما تبقى من أيام رمضان على رقم من الرقمين. فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، واحد أو اثنين أو ثلاثة. عقب هذه الحلقة سنتواصل مع الفائزين الثلاثة لنتعرف على تفاصيلهم، والآن نذكركم بشكل أخير بأرقام الثلاثة الفائزين معنا عن سؤال حلقة الأمس. إليكم. إذن مبروك للأرقام الثلاثة الظاهرة معنا على الشاشة الفائزين معنا بسؤال حلقة الأمس، والثلاثة من الثلاثة الشركات، يبدو أن توزعوا المتسابق الفائزين الثلاثة على شركات MTN وسبافون ويمن موبايل. مبروك، لأن البعض يقول لماذا الفائزين من بعض الشركات دون شركات أخرى؟ لا علاقة لنا بالموضوع، الموضوع يعتمد فقط على كثافة المشاركة، ونحن نقوم باختيار الأرقام بشكل عشوائي كما تشاهدون معنا يوميا في برنامج حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام أذكركم بسؤال حلقة اليوم، وقبل التذكير بالسؤال حلقة، ربما نحن متفائلين في البرنامج بأنه ستصلنا الكثير ربما من المشاركات والإجابات مع إضافة رقم جديد للمشاركة معنا في البرنامج، والرقم موجود معكم على يسار الشاشة، وأيضا بإمكانكم أخذ الرقم أيضا من خلال صفحات قناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة وإرسال رقم الإجابة الصحيحة. أذكركم بسؤال حلقة اليوم، والسؤال يقول: كم عدد شتلات اللوز التي تمت زراعتها وتابعناها معكم في قصة الليلة؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 500 شتلة، الاختيار الثاني 400 شتلة، الاختيار الثالث 350 شتلة.
إذن مشاهدينا الفرصة ما زالت متاحة لكم للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية، خصوصا مع إضافة رقم جديد للمشاركة معنا. أضفنا رقم للواتساب، رقم يمني موجود معكم أسفل الشاشة على الجهة اليسار، بإمكانكم المشاركة وإرسال رقم الإجابة، فقط رقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة على الرقمين، على واحد من الأرقام الخاصة بالبرنامج. نلقاكم غدا مشاهدينا الكرام، قصة جديدة وجوائز مالية وفائزين جدد معنا في برنامج حيث الإنسان. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.